نصب عليكم من جديد واليوم حديثنا عن جراحة الأوعية الدموية طبعا جراحة الأوعية الدموية هي من الجراحات الدقيقة والحساسة رح نعرف ما هي جراحة الأوعية الدموية أسباب أمراض الأوعية الدموية وأيضا طرق العلاج وأهمية وجود الأجهزة الحديثة يعني هنا نقول المتطورة في علاج مثل هاي الأمراض ونتعرف على هذا القسم المهم في مستشفى الجاردنز من خلال الدكتور زيادة القرعان وهو استشاري جراحة الأوعية الدموية وزراعة الكلى في مستشفى الجاردنز. صباح الخير دكتور زياد. صباح الخير. يعطيك أهلي. الف عافيه. الله يعافيك أهلي. طبعا جراحه الاوعيه الدمويه بنعرف يعني الكثير بيذكر وبيحكوا سواء من الاشخاص الاكاديميين طبيين او من الاشخاص يمكن اللي بيعرفوا شوي بالطب قديش هي جراحه صعبه ودقيقه والاوعيه الدمويه منتشره في الجسم كله. نعم. فحابين اكيد من حضرتك نتعرف شو هي جراحه الاوعيه الدمويه. جراحة الاوعية الدموية هي الجراحة المتخصصة بالأوعية الدموية، الشرايين والأوردة والقنوات الليمفاوية اللي خارج القلب وخارج الدماغ. نعم يعني أي شيء من العنق وتحت للأصابع القدمين هذا من اختصاص جراحة الأوعية الدموية ما عدا القلب طبعاً. نعم دكتور زياد إمتى بتضطروا خلينا نقول تعملوا جراحة للأوعية الدموية أو أسباب الأمراض اللي خاصة بالأوعية الدموية؟ صحيح اسباب امراض الاوعيه الدمويه هي نفس الاسباب اللي بامراض الاوعيه القلب اللي هي الرئيسيه اربعه اللي هي ارتفاع ضغط الدم الدهنيات والكوليسترول ومرض السكري والتدخين هذول اربع عوامل الهامه في وللاسف أمراض هي منتشره بشكل منتشرة جداً كبير خاصه التدخين والسكر اللي عم بيزيد في في العالم بشكل عام وفي الاردن بشكل خاص آه. طبعا زائد القابليه الوراثيه وطبيعه العمل السمنه الزائده هي هي عوامل جانبيه بس الرئيسيه الاربعه الاولانيه يعني. نعم طب دكتور يعني لكل الاشخاص اللي بيحضرونا انت بتحس انه المريض او الشخص بيستدعي حضوره لعيادتك في مستشفى الجاردنز، شو لازم الشخص يحس حتى يزورك في مستشفى الجاردنز؟ هي اهم شيء اللي احنا بنعالجه في امراض الاوعيه الدمويه هي تصلب تصلب الشرايين. نعم تصلب الشرايين بيؤدي لنوعين من الامراض، يا يعني اما انه الشريان بيصير يضيق حتى يغلق كليا او انه طبقات الشريان تهتري وبصير فيها توسع غير طبيعي. آه عادة الأكثر شيء نتعامل معه هو التضيق نعم آه وخاصة في الأطراف السفلية. آه عادة العضلات تحتاج إلى دم حتى يوصل الأكسجين والمواد الغذائية للأطراف حتى تقدر العضلات تشتغل. لما يصير هذا يقل بصير العضلات تشتكي بصير في آلام خاصة آلام عند المشي وهذا بسبب اللي بنسميه العرج المتقطع <applause> انه المريض بيقول يصير يقول انا مش قادر امشي اكثر من 100 متر 200 متر بعدين بضطر اوقف صحيح حتى يصير يوصل اكسجين كفايه للعضلات ترد يرجع يقدر يمشي مره ثانيه فهي هي بدايات تصلب الشرايين اللي بتسبب تضيق في هل العمر معين يعني اذا الاشخاص يعني يعني ينتبهوا على حالهم اكثر هل هي مثلا تيجي عند كبار السن اكثر هذه عاده هي امراض اللي الذكور بالذات واللي فوق الأربعين نعم بتؤدي آه بتأدي للتضيقات طبعا عادات اللي احنا السيئة. فيها السيئة, والسكري والسجاير هاي كلها بتزيد طبيعة نعم. غذائنا وعدم ممارسة الرياضة بالضبط نعم. بالضبط كلها تفاصيل نعم اكيد ممكن تؤدي إلى نعم مشاكل في الاوعيه الدمويه نعم طب دكتور اذا نتحدث عن تطور العلم اكيد يعني يمكن حضرتك كاستشاري وخبير في جراحه الاوعيه الدمويه يمكن زمان كان مختلف عن هلا لكن صار في تطور على هذا الاختصاص صحيح و... لحد اواسط الثمانينات كانت جراحه الاوعيه الدمويه تجرى من قبل يا اما الجراحين العامين او جراحين الص... القلب نعم وكان اختصاص جراحة القلب والشراي والشرايين والصدر هو اختصاص واحد. واحد مع تقدم التكنولوجيا اللي صار ومع تقدم العمر الناس صارت تعيش أكثر فصارت عندها الأمراض هاي تبين أكثر صار في حاجة للتخصص إنه يكون منفصل إحنا عندنا في الأردن بدينا التخصص كتخصص فرعي منفصل بسنة ال 94 تقريبا في الخدمات الطبية الملكية نعم وفي في العالم كله تطور تقريبا بنفس الوقت فالآن صار اه اختصاص منفصل التكنولوجيا تقدمت بشكل عجيب فصار الأشياء اللي بنقدر احنا نقدمها للمرضى في علاجهم أكثر وطبعا الناس صارت تعيش أكثر فصارت الأمراض هي تبين أكثر 100% زائد طبعا المرض السكري عماله بيزيد التدخين مش عم بقل صح يعني هي كل العادات السيئه للاسف في مجتمعاتنا عم بتزيد وعم نحاول دائما انه نعمل توعيه للاشخاص حتى ما يضطروا بالنتيجه انه يصير عندهم مثل هاي الامراض الله يبعد الامراض صحيح. عن الجميع لكن بنقول دائما لازم نعرف اكثر على الموضوع يكون في عندنا مستشفيات مؤهله وكوادر طبيه زي افضال حضرتك بتشتن. متخصصين حتى نكون في ايدي آه امينه آه يعني دكتور جراحه الاوعيه الدمويه اذا نحكي عن العمليات اللي بتندرج م. تحت جراحه الاوعيه الدمويه واللي بتقوموا فيها حاليا بمستشفى الجاردنز نحكي شو طبيعه م. هذه العمليات رئيسيا العمليات هي انه الدوره الدمويه هي زي زي شبكه توزيع المياه صح لما بتسكر جزء من الشبكه بدنا نضطر يا يعني نفتحها مره ثانيه أو أنه نحاول نلاقي طرق بديلة اللي هي بالمجازات الشريانية اللي بنعملها. ممكن العمليات تكون هي بالعمليات الأشعة التداخلية اللي هي الآن صارت الموضة اللي ماشية واللي التكنولوجيا فيها تقدمت كثير مثل وضع البالونات والشبكات لحتى تفتح الشريانات المسكرة أو أنه العمل الجراحي اللي أنه نحط وصلات شريانية بديلة عن الشريانات المسكرة حتى نقدر نوصل الدم للمناطق اللي انحبس عنها الدم. نعم فهي رئيسيا هي العمليات اللي بنعملها، العمليات الثانية اللي بنعملها اللي هي عمليات أم الدم اللي بنسميها أم الدم اللي هي توسع الشريان، يعني نعم. الشريان من أنواع التصلب أنه بيهتري طبقاته فبتوسع بيصير ممكن أنه ينفجر. للأسف بيعمل نزيف بيعمل نزيف وممكن يكون نزيف قاتل. نعم. فالان هذه برضه بنعالجها مو بتتعالج برضه ممكن وضع شبكات او بالعمل الجراحي انه نستبدل الشرايينات المتوسعه هاي بشرايينات اصطناعيه نعم فهي رئيسيا هي العمليات الرئيسيه اللي بنعملها في عمليات الشرايين زائد انه في عمليات الاورده اللي هي بدائيا بال... بالابسط شيء اللي بنعمله منست... في الدوالي وفي ال... معالجة تسكيرات الأوردة بالجلطات ف وفي بعض العمليات تجرى للقنوات الليمفاوية لكن هذه قليلة جدا لأنه التطور في هذا المجال لساته تو... في بداياته نعم بالنسبه للاجهزه الحديثه يمكن قبل شوية تفضلت دكتور زياد وحكيت لي عن تطور اللي حصل في هاي نعم. الجراحه نعم. دي مدى اهميه تطور الاجهزه الحديثه وايش الاجهزه الحديثه اللي جديد يمكن عم تشتغلوا عليها في جراحه الاوعيه الدمويه والموجوده حاليا في قسم مستشفى الجاردنز لجراحه الاوعيه الدمويه نعم قسم الاشعه التداخليه هو من اهم الاقسام اللي تطورت نعم. في العالم واللي موجود الان في مستشفى الجاردنز هي أحدث مستشفى في الأردن. No. والأجهزة الأشعة أجهزة الأشعة الموجودة فيها هي من أحدث الأجهزة الموجودة. فهذه بتسهل المداخلات أول شيء التشخيصية حتى نشخص شو اللي حاصل وين الانسدادات وين كذا. زائد التداخل فيها. طب التكنولوجيا صارت عظيمة. فالمظبوط فالمضبوط اللي بنقدر نقدمه الآن إشي كثير كثير أكثر من ما كنا نقدر نقدمه في السابق. زائد غرف العمليات اللي موجودة الآن مجهزة بأحدث الأجهزة وعندنا الأستاف المؤهل لأنه زي ما قلت أنت أصلا جراحة الأوعية الدموية من جراحات دقيقة صحيح فبيلزم يكون تيم كامل اللي يتعامل مع الأمراض من أشعاع من أطباء تخدير من أي سي يو معالجة حثيثة كل هاي وحدات تتكامل مع بعض من تمريض فكل هذا الحمد لله موجود و على احسن المستويات في مستشفى الجامعة الحمد لله آه دكتور شو علاقه جراحه الاوعيه الدمويه آه بالفشل آه الكلوي يعني هل هناك في ربط حضرتك طبعا كمان استشاري في زراعه العلاقه حميمه احنا يعني مش اقل من 50% من شغلنا يتعلق في مرضى اللي عندهم فشل كلوي نعم زي ما انت بتعرفي اولا مريض الفشل الكلوي بيحتاج لغسيل الدم صح آه غسيل الدم هذا يتم عن طريق آه آه وصلات وريديه شريانيه، احنا بنوصل الوريد مع الشريان حتى يتضخم الوريد ويقدروا يستعملوه في جهاز الغسيل غسيل الدم آه بغزات متكرره بالابر فهي من اهم العمليات اللي بنعملها زائد تعقيدات العمليات هاي مرضى الفشل الكلوي عاده المرضى عندهم عده امراض وتعبانين وعرضه للالتهابات فنتعامل مع تعقيدات العمليات هذه وزائد انه احنا جزء من الفريق اللي يتعامل مع زراعه الكلى نعم آه، تقليديا في الاردن زراعه الكلى من انجح الزراعات صارت آه، آه، واحنا بنجريها كفريق متكامل بداية بدكتور أمراض الكلى ونشتغل مع جراح الكلى واحنا بنزرع الكلى. بتقوموا هلا بمستشفى الجاردن هذا بنقوم في روتين نعم صارت من العمليات الروتينيه المضبوط وبيجينا من خارج البلاد امراض كثير مرضى كثار في هذه المجال بيحتاجوا زراعه الكلى بيحتاج بيجينا من ليبيا من السودان صحيح. من اليمن من اربيل من سوريا واحنا يعني بنشجع السياحه العلاجيه لانه يعني متميز بالاردن فعلا ب يعني صحيح. كوادر طبيه ومستشفيات مثل مستشفى الجاردنز يعني مؤهله لعلاج اشقائنا خلينا نقول العرب وان شاء الله بيجونا كمان من امريكا واوروبا يعني في بتستغرب انه بيجي بيجي جميل. بيجي من كل محل في العالم جميل ممتاز م. آه يعني بدي اسالك دكتور بالنسبه لجراحه الاوعيه الدمويه قديش فائدتها ودورها في الحالات الطارئه خلينا نقول او ايش الحالات الطارئه اللي ممكن انكم انتم تقوموا فيها بجراحه الاوعيه الدمويه تساعدوهم آه في الحالات الطارئه آه اهم شيء انحباس الدم عن العضو بمعنى انه حوادث السيارات مثلا انقطع شريان اللي بغذي الرجل نعم اذا هذا استمر اكثر من اربع ساعات انت فقدت الرجل سمح للاسف الله. نعم آه فاصابات الاوعيه الدمويه في الحوادث في الحروب في, في, في بيصير حالات الطخ استعمال الاسلحه الناريه العنف الانفجارات نعم. العنف والحروب اللي عم بتصير حوالينا فدورنا رئيسي ودورنا مباشر يعني اذا تاخر المريض اللي عنده اصابه شريانيه خاصه في الوصول الى المستشفى يا ما يفقد حياته للنزيف يا ما بيفقد الطرف لانحباس الدم عن المدة طويلة فدورنا رئيسي في الإصابات هذه في حوادث السير وإصابات الحروب الصحية نعم. يعني لازم التصرف يكون سريع ومباشر حتى نعم. تقدروا تنقذوا نعم. الشخص والعضو أكيد نعم. قبل نعم. ما يعني يصير فيه خلل أو تلف صح. دكتور زياد وعي المجتمع لأمراض الأوعية الدموية؟ يعني هيك خلينا نقول بالسؤال نعم. الاخير نحكي عن الوعي للاسف للاسف ما فيش وعي كويس حتى في القطاع الطبي يعني نعم. العام احنا بنشوف المرضى في مراحل متاخره للاسف مرات كثير ما بنقدر نقدم لهم العلاج اللي كان ممكن ينقذ الطرف او ينقذ صحيح الحياه ببداية. نعم اه المرضى بيعتقدوا مثلا لما يصير يوجعوا رجليه لما بيمشي انه هذا من ظهره ويصير يعالجه كديسك او مفصل وكذا للاسف فما فل... بيوصل علينا الا لما يكون وصل لمرحله متاخره من الانسدادات اللي احنا ما بنقدر نساعدها مرضى السكري ما في وعي كامل لتاثير الدوره الدمويه على مرضى السكري فممكن يصير المريض متاخر لما يبال... يبلش يشوف انه صار اصبع رجله اسود صواب غيرينه نعم يعني. فلذلك المظبوط بحاجه ل رفع الوعي في الاردن وفي القطاع الطبي وفي القطاع العام نعم. والناس تكون واعيه لانه هاي الامراض موجوده و اولا الوقايه هي خير, خير من, من, العلاج. من العلاج صحيح آه وثانيا يعني العلاج المبكر زي اي مرض ثاني كل ما كان مع العلاج ابكر كل ما كانت النتيجه احسن صحيح نعم. يعني زي ما تفضلت قلنا الله يبعد الامراض عن الجميع لكن كل الاشخاص يعني اي خلل بيحسوا فيه او اي تعب اكيد يعني نعم. يتوجهوا لعيادتكم في مستشفى الجاردنز وان شاء الله انتم بتلاقوا لهم الحل في العلاج السريع خلينا نقول والشفاء بدنا نشكرك دكتور زياد القرعان استشاري جراحه الاوعيه الدمويه وزراعه الكلى في مستشفى الجاردنز تحياتنا لحضرتك ويعطيكم الف عافيه وان شاء الله على ايدكم الشفاء طبعا باراده ربنا الله يسلمك فسنة. شكرا شكرا يعطيك شكرا. العافيه مشاهدينا فاصل قصير ومن بعدها راح نروح لفقرتنا التاليه خليكم معنا